بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي الطلاب في الصف الأول الثانوي، إن شاء الله النهارده هنتكلم عن درس الحقوق والواجبات وهو من النصوص النثرية المقررة على الصف الأول الثاني. الفكرة الرئيسية للنص عبارة عن فكرة رئيسية بيتكلم فيها الكاتب عن الواجبات التي يجب على الفرد أن يقوم بها، والحقوق التي يحق للفرد أن ينالها. الفكرة الرئيسية للنص زي ما قلت لكم يا أولاد إن الإنسان لو أدى واجباته، كل واحد مننا في المجتمع لو أدى واجباته هينال حقوقه بدون إيه؟ بدون تعب. إحنا لو بصينا على المؤلف أو كاتب النص اللي هو الأستاذ عباس العقاد، زي ما هو عرفنا في كتاب المدرسة كده، هنبص على التعريف بتاع أستاذ المدرسة. الأستاذ عباس العقاد ولد العقاد في أسوان عام 1839، أحب القراءة منذ الصغر وكان له العديد من الروايات من الفكر الغربي والثقافة الغربية، ودي سلسلة مشهورة جدا اللي هو يعني بنحب الاطلاع، دي سلسلة رائعة جدا وهي سلسلة العقاديات، ومن أروع ما كتبه في العقاد في حياته. طبعا العقاد بدأ شاعرا ثم انتقل بعد ذلك إلى وهنلاحظ يا ولاد ان العقار لم يكن تعليم، وانما العقار بدا حياته التعليم وحصل على شهاده الابتدائيه فقط واكمل تعليمه المنسك، والعقار يعتبر من اعلام الفكر العربي في القرن الماضي. تعالوا نشوف النص اللي معانا. النص اللي معانا الحقوق والواجبات. الفقرة الأولى بتقول لي إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العقد بالواجبات، ولا صعوبة في تفسير هذه الحقيقة، لأن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبه لا يكون فيه حق بالحقوق، ولا تبدو فيه الحاجة إلى المطالبة بها أو الشعور بالحقوق. إذا كانت الفقرة دي بيكلمنا عن معلومة مهمة، إن البلد اللي بيحصل فيه طلب الحقوق سيقل العمل بالواجبات. هو بنى فكرته النظرية في النص ده على إن كل إنسان عليه واجبات من حقوق، واجباتي أنا حقوقك أنت، وحقوقي أنا واجباتك أنت. فلو كل واحد مننا عمل واجباته بالتأكيد هينال. إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجب، ولا صعوبة في تفسير هذه الحقيقة، وضحت المعاني مفيش عندنا أي مشكلة فيها، لأن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبه لا يضيع فيه حق من الحقوق، ولا تبدو فيه الحاجة إلى المطالبة بها أو الشعور بها. المفردات اللي معانا ما عندناش مفردات صعبة تحتاج إلى شرح، يعني ما فيش يعني مش ملاحظين في مفردات صعبة. فلو بصينا بس على المواطن الجمال، لو بدأنا بالمحسنات الجمالية التي ممكن، لو بصينا على الجملة الأولى إذا كثرت المطالبة بالحقوق قل العمل بالواجبات، هنلاقي إيه؟ هنلاقي عندي مقدمين، كثرة المطالبة بالحقوق وقل العمل بالواجب، ده من الممكن دول ايه؟ مقابلة، احنا عارفين ان المقابلة هي الطلاق بين جملتين، لكن الطلاق هو الطلاق بين لفظين. ولا صعوبة في تفسير هذه الحقيقة الواضحة، طبعا الحقيقة هنا بيوصفها الكاتب بأنها حقيقة واضحة يدل على أنها ظاهرة لكل الناس، وطبعا كلمة وصف الحقيقة بالواضحة أفاد معنى دي، إيه المعنى دي؟ إن الحقيقة دي لا تستطيع أن تنكرها
حقيقة واضحة عليها حقيقة كبيرة. لأن الدلالة الثانية يعني في كل إنسان واجبه، ولو بصينا على لأن إيه علاقتها بمفردها هنلاقي هي يا شباب تعليم لأن البلد الذي يعمل فيه كل إنسان واجبه لا يضيع في حق. وليه علاقة تضيع في حق بما قبلها من العبارة بما قبلها مرضو من نتيجة لما قبلها. نتيجة لما قبلها. ولا تذكر في الحاجة كده المطالبة بها أو الشعور بها. لو بصينا على قواسم الجماليات في النص او الجماليات في الصور الخياليه في الجزء ده تعلم لا يضيع فيه حق من الحكم. انا سالتك وقلت ما الخيال فيه لا يضيع حق من الحكم؟ ما الخيال في هذه العبارة. ايه الخيال؟ ممكن يكون ايه الخيال في الجزئية دي؟ هل هو تشويه ولا استعارة ولا مجاز مرتبط؟ الأستاذ هيقول لا استعارة معنية، هيشبه الحقوق بشيء مادي يضيع. سر جمالها هنا ايه؟ سر جمالها التكتيك، سر جمالها ايه؟ التكتيك. ممتاز كده احنا خلصنا من الفقره دي. الجزء هنا الجزء اللي هو نقول خطير في المحسنات والالوان الباهته. تعالوا نبص على الفقره الثانيه. فاذا راينا بلدا يكثر فيه المطالبون بحقوقهم فخير ما تنفع في ذلك البلد ان تذكره بواجباته وتكرس له حكمه واحده يقراها في كل مكان ويسمعها في كل مناسبه، وهي عليك بالواجب ودع الحقوق تسعى اليك بغير عمل. الكلمه اللي بتكلمنا على الفكره الثانيه الحجم والتخلى عليه انه لو شفنا بلد من البلاد اللي يكثر فيها المطالبون بحقوقهم ولا يؤدون واجباتهم احنا لازم نصحح نصيحه ونقول لهم كل واحد مننا لابد ان يؤدي واجباته ويترك الاخوات والحقوق تسعى اليه. طبعا تكليف برضه في المفرده احنا عندنا ان هي كلمه واحده صعبه لان هي معناها فإذا رأينا بلدا يدخل فيه المطالبون بحقوقهم والكلمة هنا استخدمنا إذا في الثبوت والتحقق. فإذا رأينا بلدا يدخل فيه المطالبون بحقوقهم فخير ما تنفع فيه ذلك البلد. طب ايه الحياة الجزئية دي؟ أو إيه اللون الثاني اللي هي اللي معانا دي؟ إيه الخيال؟ يا شباب إيه الخيال؟ فإذا رأينا بلدًا تكتب فيه، طبعًا هنا فخير ما تنفع فيه ذلك البلد أن تذكره بالواجب. لو بصينا على هذا فخير ما تنفع فيه ذلك البلد أنا عندي هنا استعارة مبنية اللي هتشبه البلد الإنسان يفكر بيه الواجبات، وكمان أنا عندي مجال توصل هل هو البلد اللي بيفكر بالواجبات ولا أهل البلد اللي بيفكروا بالواجبات؟ لا طبعا أهل البلد هم اللي بيفكروا بيه الواجبات، لأن مجال توصل ده
زي ما عرفنا علاقته ايه؟ لا يا شطار، علاقته المحلية، علاقته ايه؟ المحلية. فخير ما تدفع به ذلك البلد، ايه اللي هتدفع به ذلك البلد؟ ان تذكره بواجباته. الاستعارة دي هتشرب بهينة البلد وتنوم الإنسان في جبهة المذكرة. وأنت ترجع لها الأرض في اتجاه الصورة والتعاملات شبابين البلد، الإنسان يقرر حكمة واحدة يقرأها متبادل في اتجاه الصورة، حيث شبه البلد وكلمات الإنسان يقرأ. يقرأها في كل مكان ويسمعها في كل مناسبة. هتلاقي عندنا نقطة من الازدواج اللي هو ايه يا ولاد؟ اللي هو تقسيم الكلام الى مقاطع متساويه فيه. الشعر في الناس بيسميه ازدواج، والشعر بيسميه تقسيم. بصوا كده يا شباب، يقراها في كل مكان ويسمعها في كل مكان. ده ايه؟ ازدواج. وده من المحسنات المجاليه التي تعطي جنبا منتشرا. وهي عليك بالواجب ودعك السوق. عليك الواجب برضه ان كانت تخيلها المجتمع او البلد ده انسان بيحكم عليك ايه؟ عليك في الواجب وده مكتوب طبعا مكتوب سبحان الله. عليك الواجب ودعك السوق وده برضه اسلوب ايه؟ اسلوب امر واساليب الامر الاساليب الانشائيه وهي برضه مكتوبه ودا الشخص تفع عليك بغير عدد برضو تعملين صورة من الشخص اللي يقول ايه الصورة دا الشخص تفع عليك بغير عدد هنا صورة على الارض استعارة ايه؟ استعارة مكنية. ليه استعارة مكنية؟ هيتشبه الحقوق بإنسان يسعى بإنسان يسعى بغير عدد. والمحور الذي عليه الامر كله، الاساس الذي عليه الامر كله، ان الانسان لا يعلم نفسه دون غيره ولا يعيش في مصلحته دون مصلحه اهل وطنه. يعني الانسان ما بيعملش لنفسه بس، انما هو بيعمل لنفسه ومصلحه اهل وطنه. ولا يعيش في مصلحته دون مصلحه اهل وطنه، فان كان كذلك فهو انسان عليه والد وله لما لو كان كده هو بيعمل نفسه بيعمل وطن فهو انسان عليه واجبات وله ولكن لن يقوم له الحق بالطالب به اذا قصر في اداء الواجب المفروض عليه. يبقى مش هيلاقي حق لو انا اقصرت في واجبي لان انا ما اديتش اللي عليا فمش من حقي ان انا اطلب ايه؟ ان انا اطلب شيء انا قصرت في اداء واجبي. أما إذا كانت مصلحة وكانها التي تعنيك وتستغرق يعني تستوي جهدا وجهدا فليس له حق ولا لوم على أحد إذا فاته الحق الذي يدعيه. وهنا الكلمة كانت بتقول يدعيه يعني يطلب يعني هو بيدعي هذا الحق ويطلب هذا الحق. تعالوا نبص كده على الفصل الأول، إيه خيالي؟ والمحور الذي يقول عليه الأمر كله أن الإنسان لا يعمل لنفسه دون غيره. هو شبهنا المطالبة بالحقوق والواجبات بمحور، والمحور ده بيدور على أن الإنسان لابد أن يؤدي واجبه ويعمل يؤدي واجباته ويؤدي واجباته ويعمل ولا يعيش مصلحته دون مصلحة أهل وطنه. وإذا كان ذلك فهو إنسان وهنا الإنسان جاء ذكر على الواجبات ولا وقتها على كلمة واجبات وحقوق على أيامها مرة زي ما أنت عارف ولا يستطيع أن يكون مصلحة أهل وطنه فإن كان كذلك فهو إنسان له واجبات ولا حقوق ولا يكون له حق في قلبه إذا قصر في أداء الواجب. أما إذا كان مصلحة وحدها التي تعنيه سبب الحقوق فليس له حق له حقوق ولا له على أحد إثبات الحق. فاته أهله بعد عنه وفاته حقه به. إيه الخيال فيها؟ إيه الخيال فيها؟
تعالى مثلا دي تعالى مثلا هتشبه الحق وكانه انسان سريعا لو نطينا على المقال ده هنلاقيه فيه ده مقال اجتماعي والادب الاجتماعي والمقال الاجتماعي هو اللي بيناقش قضيه تتعلق بحياه المجتمع يعالج الكائن في موضوع اجتماعيا او قضيه اجتماعيه محدده ويتداول اوراق المجتمع القدسيه والفلسفيه ويتميز اسلوب المقال الاجتماعي الدقه والتفصيل عن الموضوع المجد تحليل الفكر ووضعها الاقناع بتقديم الحجج السليمه والاهليه على المنطق ولذلك نجد في مقال الاخلاق قله من الصور احنا لو بصينا على الصور هنا قليله لان الكاتب هنا يعتمد على ايه؟ يعتمد على الاقناع العقلي والمنطقي لانه يهدف الى الاقناع هنا يهدف الى ايه ولا يهدف الى الاقناع يبقى الفكره هو عاوز يقنعك بفكره الفكره العقليه ان المجتمع ده لابد ان يؤدي في كل المجتمع به حتى الادبي يواجهه حتى نفسه. حاجات تخص الاطفال وتطبيقها للغه للحياه الواقع يدور بكامل كافه اطياف المجتمع. وضوح المعاني وترابط وترابطها والتعبير لها والتعبير الى الفن. السنه العمل بأسلوب المقال حلت الالتماس العام بأسلوب المقال المقال عموما بيستخدم كله بيستخدم الجمال يستخدم جمال الأسلوب وقوة الأسلوب وموضوع الأسلوب لو نظرنا سريعا إلى الجماليات الأفضل أن شرحناها التصوير غير المحلي المحسنات كثرة وقلة و الخيال برضو هنا زي ما قلنا الشباب اللي هو الخيال ولقيت كده طبعا تربطنا على التماس اسلوب الكاتب حتى ايه سهوله الاطراف وروح المعاني هنا برضو قله المحسنات الجماليه وقله الصور الميل الى الاقناع العقلي وكده بتنقل بقى النص الحقوق والوزن.